تقدم مفهوم في حد عنده فكان حد معه سؤال استفسار تفضل ما فيش خلينا في القمة دي ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الموت والعجز وما في معناه من فتور او نصب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب كذلك كلمه فتور الفتور يعني فيه انقباح لا يفتر عنه او ترك انقباع او ترك والكراهية أي عدم الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريده. طبعا قلنا قبل ذلك وكل شيء كائن أراده ويكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فطرة المرة فقد فهمت أربعا أفضل أو تصدر الكائنات عنه تعالى بالتعليم كما يقول بالطبع او بالعلة شرحناها قبل ذلك او بالطبع يعني الطبيعة ومنبوعها فرقنا بين التأثير بالعلة وبين التأثير بالطبع لما يلزم يعني على القول بذلك من قبل العالم الذي قام القرآن القاطع على حدوثه وورد الشرع به يعني يقصد البرهان الذي قام برهان العقل بدليل قوله وورد الشرع به لأنه يجب اقتران العلة بمعلولها وهذا اقتران العلة بمعلولها معنى نفي الاختيار إذا كان العلة يلزم أن يكون معلولها مقارنا لها فهذا معنى ذلك أن الفاعل غير مختار إذا معناه لو كان الأمر كذلك لكان تعالى فاعلا بالإيجاد يعني إيه بالإيجاد يعني ليس مختارا لأن المختار في الفعل معناه يصح منه الفعل ويصح منه الترك أما الذي يفعل بالعلة لا يصح منه إلا الفعل لا يصح الترك يعني إيه معنى أنت مختار يعني معناها تفعل إن شئت ولا تفعل إن شئت يعني يصح منك أن تفعل وأن لا تفعل هذا معنى الاختيار هل يوجد هذا المعنى في العلة مع معلول هنا إذا حرسنا اليد حرسنا تحرك الساق مش اختيار لأن هنا مرتبطة زي حركة الترس تحرك عجلات السيارة أو غيرها دون أن يكون هناك اختيار يجب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها والاثنين منفعة يعني لا الطبيعة فيها اختيار ولا العلة فيها اختيار إنما الفرق بينهما مش في الاختيار لأن هذا لا يلزم في العلة شر ولا انتفاء معنى اما في الطبيعه يلزم ذلك يعني لازم يكون في شر وفي انتفاء معنى الفرق بين التاثير بالعله والتاثير بالطبيعه يعني ان قلنا بالتاثير بالعله بمعناها لا يتوقف هذا التاثير لا على شر ولا على انتفاء معنى اما ان قلنا بالطبيعه وايضا الاختيار فيها منفي لكن يتوقف التأثير على شخص النار مثلا يتوقف تأثير الإحراق فيها على وجود شرط وهو المماسة بينها وبين الخشب أو بينها وبين الورق أو بينها وبين الإنسان أو بينها حتى وبين الحجر وقودها الناس والحجارة الحجارة تصير في الآخرة وقود إنما الآن لو عاوز تشعل النار وتجعل وقودها الحجارة مفيش النار كأنها تشعل الحجارة والحجارة تتحول إلى ربنا يحفظنا إن شاء الله بعد كده في حاجة اسمها انتفاء نانا وجود البلل مثلا في الورق أو في الشيء المحرق يا
يمنع تأثير يعني وجود تأثير الإحرام. هذا الفرق بين العلة والمعلول والطبيعة والمضمون. وبعدين نقول له الطبيعة في اللغة العربية على وزن فعيلة، طبيعة يعني فعيلة. قالوا فعيل في اللغة يأتي أو يتأتى أن يكون بمعنى فاعل فعيلنا أو بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل زي سميع معنى سامع، رحيم بمعنى رحم، فعيل بمعنى مفعول زي قتيل بمعنى مقتول. فهل الطبيعة دي فاعلة يعني مؤثرة ولا مفعولة يعني هي أثر؟ إذا كان يقصد بها الطبيعة يعني مفعولة يعني مطبوعة، يبقى معناها يوجد من أحدث فيها التأثير، يعني من طبع على هذا أو جعل فيها هذا الشيء. إذا تحتاج إلى إيه؟ مطبع وضعها أو جعل فيها هذه التأثير أو هذا التأثير. أما إذا كانت فاعلة هي الإيه؟ اللي أثر، هي اللي خلقت، هي اللي أحدث. والمؤثر والموجد والخالق لازم يتصل بصفات الكمال الإرادة، ويتصل بالقدرة، ويتصل بالعلم. هل الطبيعة تتصل بأنها عالمة أو قادرة أو لا؟ لا على كونها فاعلة ولا على كونها مفعولة. فالقول بأن التأثير هو طبيعة الأشياء، يعني الأشياء المؤثرة بطبيعتها، يعني النار محرقة طبيعة النار كده، طبيعة الماء فكرت طبيعة الماء يروي، الأكل يشبع، الدواء يكون به شفاء، كل الأشياء اللي جعل الله ربط بين الأسباب والمسبب. فهل هي طبيعة الأشياء؟ لا، انت بس عليك تشرب والماء ينزل في جوفك، ربنا يخلق الايه الريح، ولو شاء تشرب حتى يعني نهر النيل تاخذ من اول الناس من عند اثيوبيا هناك او اللي بعد تنزانيا ومش حتشرب حتبتل. اللي يخلق الريح مش الماء، مش من طبيعه الماء، لا في خالق. ممكن تجد في نفسك كده ري ومفيش عطش وبدون ماء، يعني ممكن يخلق الريح مع الماء او ماء او بدونه، ويخلق الشبع مع الطعام او بدونه. ولكن السنن الالهيه اللي جرت انه يخلق هذا مع هذا، وممكن يخلق ده من غير ده. بس ده لمين؟ للانبياء، للمعجز، لمن يجري الله تعالى على يديه معجزه، أو الإنسان ولي يجري على يديه كرامة، والمعجزة من جنس الكرامة من جنس المعجزة، لأن التعريف واحد. الجنس يعني ليه محرم أمر خارق، ما في جنس وتحت الجنس أنواع، وتحت الأنواع فنعتبر كلمة خارق للعادة زي جنس، يعني يدخل فيه كلهم أنواع كلها، كل أي أمر خارق له. الانواع ده كرامه، دي معجزه، دي معونه، ده استدراج، في حاجه اسمها ارهاب، في حاجه اسمها يعني اعانه، كل ده امور خارقه للعاده. خذلان استثمار استدراج، واضح كده؟ نعم. والقائل بذلك كافر باجماع، ما فيش يعني ما فيش حد قال كده. إثنان التأثير إلى الأشياء على أنها ذاتها كده هي علة ومعلول. خذ يا شيخ، هل من مزيد؟ إن شاء الله. أمال إيه؟ أمال أنا جاي ليه؟ كنا قاعدين في وليمة طبعا، للأسف كان الواحد ايه ممتلئ، يعني مفيش مجال، دائما بيجي حظك يجينا حاجه جميله بس تكون انت ايه اكلت. لو كنت على ذو عمره ما تحصل الا اذا كنت ولي عم، انما اذا كنت انسان عادي تجي لك الاشياء دي وتكون انت ايه اكلت قبلها طعميه، اكلت لقدر ربنا عليك. لكن حصل ايه عندك مانع هنا
انتفاع يلزم انتفاع مانع. فانت لما عندك المانع موجود اللي هو الامتلاء يعني زي موضوع البلد بالمجد والانتفاع. فواحد تحكم وطلب منك تعمل ايه في حل ان تمثل ايه بطنك بجهنم وتقول لها هل من مزيد. لا عز يقول هل من مزيد هل من مزيد لكن مش قابل اصلا ما هي لها ساعة. كل ما يقول لها هل من مزيد ها مهما قيل لها هل من مزيد تقبل الزيادة انها تتميز او تشتغل في اي شيء فكاد تميز من الغير. يبقى القائل بذلك كافر باجماع المسلمين. يبقى احنا عندنا شوف عشان نلخص الكلام نعيد لك ما سبق زمان الفرق زي ما قال السنوسي رضي الله عنه قال الفرق في ذلك اربعه يعني في اسناد التاثير في عندنا سبب وايه ومسبب يعني النرجس سبب في الاحراق الماء وهكذا يعني في مؤثر واثر بحسب الظاهر لكن في الحقيقه التاثير لله تعالى وحده. اذا من اسند ذا الراي الاولان او الفرقه الاولى من اسند التاثير الى الاشياء على انه الا المعلوم ذكاه ذا قول الفلاسفه. فلاسفه هم الكفار مش المسلمين فلاسفه اليونان او في قول ثاني وهو قول النوع من الفلاسفه يعتبر هذا القول والاجماع قول احلام تاثير في العله يعني اشياء فيها تاثير ذاتي بطبيعه الاشياء او هي عله ومعلومه. فحكم هذين القولين او حكمهما واحد هو الكفر. هناك قول ثالث وهو التاثير ليس بالعله وليس بالايه بالطبع وانما هو للقوه المودعه التي خلقها الماء فيه قوه والنار فيها قوه الاحراق والطعام وهكذا كل الاشياء. هذا قول المعتزله. ولولا انهم قالوا ان القوه المودعه خلقها الله تعالى في الاشياء لكفروا ولكنهم يعني لم يجعلوا هذه القوه ذاتية في الإنسان إلا لصار قوله إلى القول الأول لكن جعلوها قوة مودعة يعني أودعها الله. هي معنى مودعة زي يعني شوف كلمة مودعة تؤتي بمعنى آخر لم يقولوا قوة وخلاص إنما قوة مودعة يعني كأن ربنا استودعها للإنسان وتركها له هي في حفظ الإنسان والإنسان هو اللي بيديرها ربنا عشان يخلقها. من هنا قوله معتبر قول فسق. لو قالوا بقوه وسكتوا خلصت المساله مثلا يعني انما جعلوا التاثير لهذه القوه وجعلوها قوه مستودعه يعني في الامانات. هذا القول بدعه من يقول بقوه مودعه فذاك بدعي فلا تلتفت. بكم قول الله قول الفلاسفه والطبيعه اعتبرهم قول واحد مرضى. والقول الثاني قول المعتزله الثاني خلي الثاني ها اثنين واحد اللي حكم واحد بس في فرق بينهم. القول بالعله اي انه عله ومعلول والعله والمعلول بينهما تلازم لا ينفك عقلا ما ينفكش في العقل كده يعني يوجد اذا وجدت العله وجد يعني وجودا وعدما يعني ان عدم بين عدم دون عدم ها ونوجد هذا يوجد ففي تلازم بينهم ده العله والمعلول لا ينفك. ولذلك القول بالعلة والقوانين والغائية والسببية قول ايه معناه نفي الاختيار عن الله تعالى. اذا كان سبب سبب العلة ومعلول اذا في تلازم ويؤدي الى انه تعالى فاعل بالايجاب يعني ليس فاعلا بالاختيار ويؤدي الى القول بقدم العالم لانه العلة في تلازم بين العلة والمعلول. ما دامت العلة قديمة فالمعلول قديم. ولو كان العالم قديما يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقه باختياره وانما هو علة في وجوده. إذا عشان نقول بحدوث عشان نثبت ان الله تعالى فاعل بالاختيار لازم نقول بحدوث العالم لانه هي معنى الفاعل بالاختيار الذي يتاتى منه الفعل ويتاتى منه الترك.
فإذا لم يكن يتأتى منه الترك فلا يكون مختارا. تقول لي تسافر معي أو لا تسافر، لما تقول لي تسافر أو تسافر يعني معناها لا يتأتى منك إلا إنك حتسافر. يعني فين الاختيار؟ الاختيار يعني معناها أقول لك نعم أو لا، يعني أفعل أو إيه أترك. فإذا لا بد يعني معناها هناك تلازم بين القول بحدوث العالم وبالخالق أو بالفاعل المختار، وهناك تلازم في قدم العالم بين القول بالعلة والمعلوم. فالقول الأول العلة أو الطبيعة ده كفر، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر. دواء القول الثاني وهو أن التأثير في الأشياء بقوة أودعها الله، يعني الماء يؤثر يعني يحدث أثر اللي هو الريح بهذه القوة التي استودعها الله تعالى في الماء، فأصبحت مؤثرة بنفسها، ولكن هي في الأصل ليست ذاتية لأن الله تعالى خلقها. فلولا أنهم قالوا أن هذه القوة مخلوقة لله تعالى لكانوا كفارا أيضا، ولكنهم جعلوا الإنسان خالق من الباطن. مش كده ذي معاه شرطة مؤجرة راح مؤجرة لواحد ثاني، ليك يعني بيأجر من الباطن، يعني بيخلق من الباطن بواسطة بيخلق استغلالي. أو ده معنى الايه القول بالقوة الايه المودعة. ولذلك قال القشيري في الرسالة القشيرية بيقول فرعون ادعى الألوهية على الكشف، والمعتزلة ادعوها على الستر. وطالما نسبوا خلق أشياء لغير الله تعالى اللي هي الأفعال العباد الاختيارية بمعناها جعلوا العبد إلها ولكن مغطاه كده من الباطن. أي فرعون قال على المكشوف مع الغبي كشف كده، ويعلم أن صفات الإله لابد أن تكون سمع من سيدنا موسى وسمع من الأنبياء انه في صفات الاله يكون ازلي ابدي واحد قادر كذا، توحد بنفسه ما علمت لكم من اله غيري. ان عارف انه لو عدد حسبت المساله معه، فعرف انه لابد الاله يكون واحد، فاضاف الوحدانيه ايه الى نفسه. واضح كده؟ ابقى القول الاول الفلاسفه، القول الثاني المعتزله، القول الثالث أن هناك التأثير لله تعالى، خلاص كده؟ وهو قول أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك تلازم بين الأسباب والمسببات، أو بين المؤثر والأثر، أو بين الأشياء وما ينتج عنها. هذا التلازم عقلي لا يجوز انفكاكه، فمن يقول بهذا فهو جاهل، وقوله يؤدي به الى انكار المعجزات. ما دامت في تلازم وانه لا التلازم ده معناها لا يجوز انفكاكه، لا يصح تخلفه. واحنا بنقول المعجزه دي بتخرج الشيء العادي، يعني بتجعل العادات تتخلف وتتغير. فالذي يقول بوجود التلازم العقلي هذا جاهل. جاهل يعني مش فاهم. وإن أصر على قوله وتظاهر بالعلم يعني معناها حينكر المعجزات. وكثير من درس بالأزهر وكانوا كبار وصلوا فعلا إلى إنكار المعجزات، وأول حتى الورث في القرآن، وقالوا طائرة أبابيل هي عبارة عن أمراض فيروس حصبة الجذري، فسروا مش عارف هكذا. أول بما يتفق مع الأمور العقلية، لأنه جعل التلازم تلازم عقلي. وذلك لما نعرف المعجزة نقول أمر خارق للعادة ولا يخرق التلازم العقلي، لأن التلازم العقلي لو خرق لانقلبت الحقائق، وانقلاب الحقائق معناها تصير الرسالات السماوية عبث. ما ينفعش انقلاب الحقائق، الحقائق كما هي في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لكن الذي يخرق أو يتعطل أو يلغى هو القوانين العادية. القول الرابع وهو أن هناك تلازما بين الأسباب والمسببات، ولكنه تلازم عادي يصح أو يجوز في العقل تخلفه.
من قال بهذا فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى. إذ هذه حصيلة الأقوال في المسألة هي كلها. ولكن يوجد في ألفاظنا إسناد التأثير إلى غير الله تعالى مجازا، ده ما فيش مشكلة، ده في القرآن الكريم يسند الله تعالى حتى الخلق إلى غيره. وإذ تخلق من الطين، أنت لما تقرأ آية سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون إلى على الحكاية، فتبارك الله أحسن الخالقين، يا رب وفي خالق في الوجه الجميل أحسن الخالقين. قالوا إن الخلق ورد في القرآن الكريم بإيه؟ بثلاثة معاني، ثلاثة، إما بمعنى الإيجاد من العدم، إيجاد شيء من لا شيء، هذا معنى للاختراع للدهر، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما شافش كتالوج، ما شافش واحد ثاني خلق وعمل زي على غير مثال، إنما أي مهندس في الدنيا لازم يكون عنده حاجة شافه وتعلم قبل كده وخط إنما حد خلقه كده على غير مثال، وذلك سمى نفسه بديع. بمعنى بديع يعني زي كأن حاجة كده أحد أحدث شيء لم يكن، هي نفس المعنى لم يكن، ولكن على غير مثال سابق. وذلك شوف ربنا ربط بديع السماوات أن يكون له ولد، وجه ربط المسجد الولد بإبداع السماوات والأرض، يعني أنت تحس دي ارتباط دير دي الجملة دير دي لو تأملت معناها هو اللي بيعمل فيه. هل يعني يقولك كيف يقبل العقل أن تكون من هذه صفته له ولد؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وموضوع الصاحب له لم يذكر في الملل كلها، حتى النصارى وحتى الجماعة اللي هم الوثنيين نسبوا لله تعالى انه في صاحبة، يعني النصارى اثبت الولد لم يثبت زوجة هي الصاحبة، شفت كيف؟ يعني مفيش ملة من الملل اثبتوا ان له تعالى حصلش، مفيش حتى الوثنيين الهنود الصينيين لم يثبتوا ايه الزوجة، والنصارى يعني سموا مريم والدة الايه الاله، لا يسندون اليها الالوهية الا من وجه ثاني اللي هو يعني معناها تقرر وتشرع وتحرم وتحلم. وذلك قال تعالى قال الله عز انت قلت اتخذون وامي الهين، الالوهية لم يقل احد من النصارى بالالوهية مريم، حتى الأقانيم الثلاثة ليس فيها مريم، فهاش إنما فيها مين؟ المسيح. يبقى إذن هنا القضية الأولى تطرعنا عنها الخلق، أول معنى الإيجاد من عدم، المعنى الثاني الخلق بمعنى التقدير، يعني جعل شيء شيئا آخر، التقدير او التحويل، وهو موجود في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمعنى الثالث الخلق بمعنى الكذب الافتراء، وتخلقون افكا ان هذا الا اختلاق، ما هو الكذاب يعتبر خالق بس ايه خلق كذب، يعني زي الحمل الكاذب انتفخ ما فيش حاجة، فالكذاب يحدث أشياء غير موجودة تعتبر خلق، مش الخلق معناه إحداث بعد عدم، بس إحداثه هو إحداث لكن كذب مش حقيقي، يقول لك والله في كذا وما فيش فيه وما فيش، معناه إيه؟ هذا هو معنى الكذب. يبقى ثلاث معاني، فالمعنى الذي في سورة المؤمنون هو المعنى الثاني وليس هو المعنى الأول اللي هو التحويل، لأنه هنا لم يتحدث القرآن عن خلق الإنسان من عدم، وإنما من سلالة، سلالة موجودة من طين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة، وتحويل السلالة إلى نطفة إلى علقة إلى مراحل، فكل مرحلة ربنا يسميها خلق، خلقا من بعد خلق، وهكذا. وانت فاكر بعد ما تخرج من بطن أمك هل انتهت عملية الخلق؟
مش ربنا قال ثم يخرجكم طفلا؟ ما هو ده خلق ده. ثم لتبلغوا خلق، ثم لتكونوا شيوخا. خلق يعني تستمر فيك خالقية لحد ما تموت، وتتعلق فيك بعد الموت وخلق ثاني، وتتعلق فيك بعد البعث. يعني لا يزال وصف الخالقية في الله تعالى فيك أبدا على الدوام، ما ينقطعش خالدين فيها أبدا. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش انت اتخلقت وخلاص، والشبع اللي في بطنك ده هو اللي بيخلق فيك، والفهم هو اللي بيرزق فيك، وفهمناها سليمان، وكلا آتينا، والقدرة والحركة والسكنة والعبادة والتوفيق والخذلان والطاعة والمعصية، كل ده اللي هو ايه؟ ده معناها ده خلقه، وده تسمى نفسه الخلاق. فتبارك الله هو الأحسن. فجاز الجمع لأن هذا المعنى الثالث يدخل فيه غير الله تعالى، لأن الله تعالى سمى عيسى خالقا كده. بس النصارى فرحوا قالوا ده خالق، ومعناه هو الله. تأتين بإذني هم غفلوا عنه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فتنفخ فيها فتكون طيرا. ده في سورة المائدة قالوا بإذني 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 أربع مرات. وهل كان سيدنا عيسى محتاج إلى هذا الخير؟ ألم يعلم أن كل أن الأمور كلها بإذن الله؟ وما ليه كل شيء يقول ده حتى في الحاجة اللي هي ما عودش إذن حط فيها الإذن. يعني اللي هي أول حاجة كهيئة الطين، ولم يخلق يقول له تخلق من الطين هيئة. الهيئة هي من الذي جعل هذه هيئة الطير هكذا؟ الله. فسيدنا عيسى لم يخلق الهيئة، وإنما كالهيئة كا شوف الكاذب. فحتى الهيئة ما عملهاش، فقال له كا عشان يشبه، يعني بتعمل حاجة زي الهيئة اللي ربنا عملها. ليه طب ما قالوش هيئة الطير؟ ممكن يعملها أوسع أضيق أكبر، مش هي بالضبط، فهيحدث خطأ. فلا ينسى بالخطأ إلى الله، إنما أنت عملتها غلط. ارسم رسمها كده، فزود حاجة، يبدو انحرف يمين شمال في رسم الاثنين كده عشان يعمل هيئة. لم يعمل نفس الهيئة اللي هي رب عملها. غلط في حاجة، وسع عين، ضيق عين، خلى الأنف كبير. يبقى في الحالة دي قال له كهيئة عشان تحتمل أي حاجة يعملها البشر. ومع ذلك قال له العمل ده مش باختراعك أنت، يعني فكرة أصلا مش بتاعتك، الزمن اللي قلت لك يعمل كده بإذن. لما سيدنا إبراهيم في المقابل قال الله، لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم ادعهن دينك سعيا، ولم يقل له بإذن، مع أنه نفس الحكاية. ليه؟ يبقى الإذن ده مش مقصود به المسيح، ده المقصود به قومه، عشان فتنة النصارى كانت فيه، لكن فتنة قوم إبراهيم لم تكن في إبراهيم، إنما كانت في الأصنام. فما احتاج أن يقول له بإذن، إنما النصارى ركز بإذن عشان يرفع عنه التأثير من ذاته. قصص كثيرة في القرآن ما فيهاش كلمة بإذن. ليه؟ قيل في حق المسيح، يبقى المقصود مين؟ قوم سيدنا عيسى اللي هم ايه؟ النصارى الذين فتنوا في نبيهم عليه الصلاة والسلام. سدا ايه؟ للذريعة. يبقى احنا الآن نلخص ما ذكرناه. عرفنا الأربع أقوال، فرق لذلك أربع كما قال مين؟ السنوس. فتقدم الفرق زمان بين العلة الفاعل بالعلة والفاعل بالطبع، من أن العلة لا تتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع، واضح؟ نعم. والطبيعة تتوقف على ذلك، ومما يدل على بطلانهما. إيه بطلان إيه وإيه؟ العلة والطبيعة. اختلاف أنواع العالم على كثرتها، إذ معلول العلة والطبيعة لا هذا قانون علمي جميل. لو كان علة ومعلول يبقى كل الناس فرمة واحدة، مش واحد طويل ولا عريض ولا هند، كله ما هي واحدة، علة واحدة، ولازم المعلول كله بتاع على
ولكن نجد اختلاف في الألوان والأشكال والأجناس والعقول وفي تفاوت. وكذلك إيه بالنسبة إيه للطبيعة، مطبوع الطبيعة الواحدة لازم يكون واحد، ما فيش اختلاف. فالاختلاف دل على أن الفاعل مختار، يختار كذا يفعل كذا، هذا يخصص والإرادة تخصص، إذا معناه في إرادة، معناه في إرادة في اختيار، فيخصص الحق سبحانه وتعالى هذا بشكل هذا بطول هذا بعرض هذا بفهم هذا بلون هذا بجنس. فدل على أن الفاعل ليس الطبيعة وليس هي العلة، إنما هو فاعل إله قادر مختار. وقلنا إن الطبيعة أو العلة لا توصف بأنها عالمة ولا توصف بأنها مريدة ولا سميعة ولا بصيرة، أما الخالق سبحانه وتعالى يوصف بصفات الكمال. والطبيعة فيها عور فيها نقص وفيها صمم وفيها عمى، فيها الأضرار اللي احنا ذكرناها وفيها الكراهية. وكذلك يستحيل عليه تعالى البكم، البكم أي عدم الكلام، يبدأ البكم وهي اللي بعده الصمم واللي بعده العمى، كل ده البكم وما بعده من الصمم والعمى حاجة من اثنين، إما نجعله من مقابلة الضدين أو من مقابلة العدم والملكة. قلنا كده ثاني، البكم ده أي عدم الكلام، يبقى ضد الكلام ضد البكم ضد، انما النقيض الكلام لا كلام، تمام كده. يبقى هنا البكم ده والكلام بدل ضدين، ليه؟ لان الضدين امران وجوديان، اما النقيضان واحد وجودي والثاني خلاص كده، والمتضايفان امران وجوديان، والعدم والملكة واحد وجود والثاني عدم، عند التقابل بين ده كله الصمم والبكم، يعني ضد الساعة ضد البكم وضد الصمم وضد العمى، يبقى هذا من قبيل الضدين، فالعمى والبصر ضد، او تقابل عدم وملكة. اذا فسرنا البصر بأنه إذا فسرنا العمى بأنه عدم البصر، هذا تقابل عدم وملكة. أما إذا قلنا أن العمى أمر وجودي قائم لمن قام به العمى، يعني العمى شيء موجود البصر موجود، لقينا تقابل ضدين، زي الموت والحياة. إذا قلنا أن الموت موجود مخلوق والحياة موجودة فهذول ضدين، أما إذا قلنا أن الموت معناه عدم الحياة بدل عدم وملك. بس الشرط المهم عما من شأنه أن يتصف بذلك. فبالنسبة لي أنا الموت والحياة عدم وملك، أما بالنسبة للحائط ضدين. بالنسبة لنا احنا كبشر الذكورة والأنوثة دول عدم وملك، يعني ذكر يعني ليس بأنثى، أنثى ليس بذكر، اما الملائكه لا انوثه ضدين، وذلك الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. فنقول مثلا هذا الحائل لا عالم ولا جاهل، او ارتفعوا الاثنين، يعني لا يجتمع فيه العلم والجهل ولا يرتفع ويرتفع عنه الاثنين، هذا الضدين. اما العدم والملائكه لازم يرجع الى النفسين، يعني في تعامد بينهما، ان ثبت احدهما انتفى الاخر، يعني معناها لا يجتمع كده في باب مهم كده، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ده النقيضين، لا يجتمعان وقد يرتفعان، ده النقيضين. بعد كده في كمان المتخالفين، المتخالفان يجتمعان، شيل النفي كده، يجتمعان ويرتفعان، يعني معناها شوف كده
لا يمكن ولا لا ولا دول علينا قيدين، لا يمكن اجتماعهما يعني ثبوتهما في محل واحد، ولا يمكن رفعهما يعني انتفاؤهما في محل واحد، دول علينا قيدين. انما اذا كان لا يمكن اجتماعهما ويمكن نفيهما قدرة الدين، اذا كان يمكن الاثنين هذا وهذا دول متخالفين زي البياض والحركة، يعني ممكن يجتمع البياض والحركة في شيء ما، او طول البياض انسان طويل وابيض ممكن يرتفع يعني ينتفوا الاثنين، ودول ايه ها دول متخالفين لانه يمكن جمعهما ويمكن نفيهما. اما النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، خلاص كده زي الشيء والمساوي لنقيضين وجود العدم. فالوجود مثلا فكنا فسرنا قلنا الشيء والمساوي لنقيضه الوجود والعدم، ممكن يكون ايه اخف تمام كده تمام لا تعال، وممكن يكون اعم يعني مثلا تعال انت برضه سالتني من شويه قلت لي ايه الاعم او المثال ايه انا لا العدم ده لما يكون نقيضه الوجود يبقى ده مساوي ده كده طيب لما يكون نقيض الثبوت مش الوجود واضح كده جاز اعم من النقيض يبقى العدم مساوي لانه نقيض العدم لا عدم وكلمه لا عدم يعني وجود يبقى مساوي للنقيض طيب لما يكون اخف انت طيب لما يكون اعم نقول نقيض العدم نقيض العدم اما الوجود فهذا اخف واما الثبوت فهذا اعم انه يشمل الايه الاحوال ولا عدم وماذا نقول يعني جعل لانه العدم انتفاء والثبوت غير النفي لكنه يشمل ما ليس بموجود اللي هو الحال لان الحال مرتبه بين الموجود وبين على من قال به فاذا لم نقل بها يبقى مساوي واذا قلنا بها يبقى اخف تبير أعم لما نقابل العدم بالثبوت هذا أعم من النقيض يعني الحالة مش معلومة وقلنا إن قلنا بالأحوال إن قلنا بها وجعلنا في مقابلة العدم الثبوت اللي كده هي وده أعم في يعني حاجة مساوية للنقيض الوجود والعدم الوجود نقيضه ايه لا وجود لا وجود يعني عدم وعدم يعني كده مساوي ده يعني كلمة مساوية لكلمة هذا يسمى مساوي وفي حاجة اخص من حاجة اللي هي ايه كلمة عدم بالنسبة للثبوت هي اخص لانه الثبوت يشمل العدم ويشمل حالة بين الوجود وبين العدم واضح كده الثبوت يشمل الحال ويشمل الثبوت واضح كده يبقى كده ايه يبقى لما نقول الوجود على اثبات الاحوال يبقى هذا ايه ليس نقيض العدم ولكنه اخف من النقيض اخف من النقيض ايه اللي اعم من النقيض احكي المثال لما تجعل نقيض العدم هو الثبوت فالثبوت ليس نقيضا للعدم ولكنه اعم من النقيض زي ما مثلنا من شويه اسود وايه ونقيض لا اسود نقيض لا اسود انما لما يكون مثلا ابيض هذا اخص من النقيض كم كده ايوه صح تمام كده وعشان كده اخف عشان كده يستلزم وكذا يستحيل عليه تعالى البكم اي عدم الكلام لوجود آفة تمنع منه وفي معناه السكوت النفسي ويستحيل عليه تعالى اذا يستحيل على الله تعالى البكم ده الكلام الوالد له الكلام طيب لما البكم يعني عدم الكلام والكلام يعني ايه عدم البكم من ضمين المستحيل اللي هو البكم بوجود
آفة تمنع منه يعني من الكلام. وفي حاجة في معنى ذلك ليه قال وما في معناه؟ لما لم يجعله يعني لما قال وما في معناه؟ لأنه الآفة اللي تمنع هتمنع في اللفظ إنما هناك ما فيش. فعشان كده قال وما في معناه، ما فيش عبارة حوالينا الكلام ده في الكلام ليه؟ اللفظ اللي هو الآفة دي إنما الناس ما فيش لا علاج ولا آفة. فعشان كده قال وما في معناه. ويستحيل عليه تعالى الصمم والعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما وما ينفعش كلمة سكوت نفسي، وجاز الوضع فيه معنى لأنه الآفة دي تمنعت من الكلام، إلا في آفة في اللسان بنسبة للحاجة فيسمع بسببها أفهم يعني ما يستطيع الكلام. هذا المعنى مستحيل على الله، ده هو مستحيل حتى بعدم تصور هذا المعجز، ما فيش الآلات ولا الحروف ولا الأصوات. طب بالنسبة للكلام النفسي في حاجة اسمها سكوت الكلام النفسي؟ قالك هذا مستحيل إذا كان في اللفظ ممنوع، إذا وما في معنى، لأنه لما قال وما في معنى؟ لأنه لا يمكن أن نقول هناك آفة تمنع من الكلام النفسي، وإلا هيكون النفس بمعنى إيه؟ بمعنى اللفظ. يعني إحنا مش أثبتنا الكلام النفسي؟ طب هل كنا في حاجة اسمها سكوت نفسي؟ مفيش. هذا ممكن تتصور عليك، بس انت لما فتت بآفة؟ لا من غير آفة، عشان كده قالوا ما في معنى، فالآفة دي مين؟ في اللفظ. نعم. وإنما وجبت له هذه الصفات واستحال عليه أفضلها، لأنه تعالى لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى، أي بسواها من الجهل والعجز وغيرهما مما تقدم من المستهلات معروفة. يعني موصوفا أي أنه لو لم يكن متصفا بها لاتصف بأفضلها، لكن اتصافه بأفضلها لكن اتصافه تعالى بأفضلها باطل بها يلزم عليه من الاتقاد والحدود، كما أشار له بقوله وكل من قام به سواها أي غيرها. وكل من قام به سواها فهو في الفقر قد سماها، في الفقر عند الاستقرار والحدوث. وكل من قام به سواها أي غيرها من الجهل أو ما في معناه أو العجز إلى أهل الأفضل، فهو الذي في الفقر أي الاحتياج إلى من يكمله، وهو متعلم بقوله قد سماها أي بلغ النهاية في الفقر، وهو محال لأنه يؤدي إلى الحدود فيكون من جملة العالم حادثا. أنا أشوف الإنسان أو المخلوقات كلها بلغت النهاية في الفقر. نعم. والواو في قولنا والواحد المعبود وكل من قام به سواه المقصود بها كنا وكان بسوى العادي سواه يعني سوى هذه الصفات. والواو في قولنا والواحدة المعبودة للحال لا يفتقر لغيره، وهو في المعنى دليل لقولنا وكل من قام به بلا خير، لأنه في قوة قولنا لأنه معبود وكل معبود لا يفتقر لغيره. وقد يعني المعبود لا يفتقر، إنما يفتقر من العابد. ولذلك يا أيها الناس أنتم والله هو الغني، يعني إذا كان أنتم ثبت لكم الفقر وثبت في حقكم العجز والاحتياج والنقص، فقد ثبت في حقه تعالى كل كمال وله الغنى المطلق. وقد حدثنا كبرى القياس مع النتيجة والتقدير، وكل من تناهى في الفقر فهو حادث، وكل من قام به سواها فهو حادث. عندك كبرى وإيه وصغرى، إذا حذف إيه هو منها؟ حذف الكبرى، كبرى القياس مع النتيجة وتقديرها كده، كل من تناهى في الفقر فهو حادث، فكله يبقى عندك ايه؟ قضيتين كبرى، كل اللي فيها كل، وكل من قام به سواها فهو حادث كما اشرنا له فيه. وهذا
وهذا القياس دليل الاستثنائية المطلوبة، اعني قولنا لكن اختصاصها يبقى ايه الاستثنائية في المنطق؟ ما يستعملوش في الاستثناء الا، انما يستعمل لكن. فهو ما يقول لكن يعني بيستدرك بيستثني. لكن اختصاصه بأفضلها باقي كما اشرنا له ايضا، جل عن ذلك الاتفاق الغريب بالسكون للوزن اي عن كل ما سواه لاتصافه تعالى بكل كمال وتنزه عن كل نقص، المقتدر على كل شيء وكل شيء فهو اليه تقيم. ولما انهى الكلام على قسمي الواجب والمستحيل شرع في بيان الجائز فقال طيب احنا هنا هنقف على ايه؟ خلصنا الواجب وخلصنا ايه المزاي، هنقف على ايه؟ على الجائز. بس نراجع الابيات بسرعه كده عشان نتذكر من اولها ان شاء الله. يقول راجع رحمه القدير اي احمد المشهور بالجزير، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، علم على الايه؟ الجائز وقتنا منه. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغالب. رفيقه ينفع فيها رفيقه ورفيقه ورفيق فيها الثلاثة في الأراضي المنادمة، لا سيما رفيقه في الغالب. وهذه عقيدة ثنية الميت والخليلة الزهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تنفيك علما إن تكتفي لأنها بجبدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفس منها ثم غص الزلل. أقسام الحكم العقلي، أقسام الحكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة، من جواز ثالث الأقسام فتحا منح لذة الإفهام. الواجب الشرع وواجب شرعا على المكلف، معرفة الله العلي فاعرفه، يعرف الواجب والمحال مع دائم في حقه تعالى، ومثل ذات الحق رسل الله عليه تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فاجتهد، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت الجزء الأول، وكل أمر قابل للانتفاع والثبوت فهو جاهل بلا خطأ. ثم اعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حاد منتفر، تغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى ذو الكلم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد معبود، ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر، وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم والتقى قيامه بنفسه تلك التقى، مخالف للغير وحدانية الذات أو صفاته العلية. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يمل بالطبع أو بالعلة هناك كفر عند أهل الملة، قوة المتعب ذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يلتفت أو لم يكن متصفا بها لزم، حدوثه وهو محال فاستغل لأنه يفضي إلى التسلسل والدور، وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانتقال والسفة. ثم المعاني تبع للغاية، أي علم المحيط بالأشياء، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كان أراده ويقوم بذكره قد أمر في خصم غير الأمر فضل حميرا، فقد علمت أربعة أثار في كائنات بحر المرامة، كلامه السمر والإصرار فهو الإله الفاعل المختار، وراجع التعريف بالصفات حتما دواما لا عدا الحياة. كلام الكافي تعلم رئيسان الأبناء، قدرة مطابة تتعلم رئيسان كلاب الخلق، لأن الجمع هو البقرة تعلم بكل موجود يرى، وكل رهانين من الإنسان لأنها ليست في غير ذلك. ثم الكلام ليس بمعروف ويستحيل ضد ما تقدم من صفات أشياء ما تتعلمها، لأنه لو لم يكن يكون فيها لكان كثيرا معروفا، فهو الذي في صفر فتناها والبلاد المعروف لا يكون غير جل الغني المقتدر، ما يجوز في حقه تعالى. وصلى الله على سيدنا والواحدة المعبودة.
التشكيل غلط يعني. الواو مش النون. الواو ده معناها الجملة حاليا. بدلين هذه المسك كده اهتمام بأن الله ما يلوم الله.